السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة ريال مدريد القادمة بإذن الله تعالى في الدوري الإسباني في الجولة 32 بعد الفوز على ريال مايوركا 2-0 في الجولة 31 والتأهل للصدارة برصيد 68 نقطة. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها يوم الأحد القادم 28 يونيو 2020. المباراة بين ريال مدريد وإسبانيول ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة ميعادها 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا. 11 مساء بتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر. 12 مساء منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان. 9 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا. و8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة هي بي ان سبورتس اتش دي 3 وبي ان سبورتس كونكت. وهناك قنوات أجنبية أخرى سنحاول كتابتها في الوصف عندما يقترب ميعاد المباراة. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.